أحسن الله إليكم وبارك فيكم. فضيلة الشيخ يقول: كفارة اليمين ماذا تشمل إذا أردت أن أخرجها؟ تشمل ما ذكره الله سبحانه وتعالى في كتابه، قال تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. هذه كفارة اليمين فيها تخيير وفيها ترتيب. فيها تخيير بين الخصال 3 وهي إطعام 10 مساكين أو كسوة 10 مساكين أو اعتاق رقبة من الرق، فإن لم يجد فإنه يصوم 3 أيام.